أهلا بكم من جديد مشاهدين إلى فقرة التواصل الاجتماعي ومع تويتر نبدأ، وتزامنا مع الحملة التي تقودها مؤسسة الملك خالد الخيرية تحت عنوان وما خفي كان أعظم، أطلق المغردون هاشتاج العنف ضد المرأة. تقول المغردة فوز عبد الرحمن: من الطبيعي أن تعنف المرأة من أجل أو من رجل لا يعرف من دينه، إلا أن المرأة ناقصة عقل ودين ونسي الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. أما المغردة صبا الحمد فقالت أو غردت أن التمييز الجنسي عن الرجل القائم وظيفيا عليها والإقصاء وعدم إعطائها حقوقها كاملة والتعامل معها كناقصة الأهلية يعد أيضا تعنيفا. مشاعل الخالدي غردت: مهما تكلمنا ففي ظل عدم وجود قانون واضح يحميها ومجتمع يقف معها فلن تستفيد شيئا وستخرج من عند المعنف إلى أسوار دور الحماية. كانت هذه بعض آراء المغردات في تويتر. نروح مشاهدينا من تويتر لليوتيوب، واخترنا لكم اليوم مع فن إدارة الحشود في اليابان لنصف مليون شخص يحضرون معرضا، نتابع. إلى صفحة سيدتي نتا على الفيسبوك: إذ قرر موظف بريطاني أن يقدم استقالته من دون أن يكتبها على ورقة أو يرسلها عبر البريد الإلكتروني، لكنه فضل أن يقوم بنقشها على كعكة صنعها بنفسه ليجعل من استقالته ذكرى لا تنسى، وليروج في الوقت ذاته لمهنته الجديدة بعد أن أنهى كريس هولمز كتابة استقالته، وأوضح أنه قرر أن يبدأ صفحة جديدة من حياته، لافتا إلى أن يوم استقالته صادف عيد ميلاده، وهو ما دفعه ليقرر أن يولي مزيدا من الاهتمام بأسرته وبعمله الخاص. إبداع، أفكار مبدعة وخلاقة. لحساب سيدتي نت في تويتر: إذ أطلقت المملكة المتحدة أول شبكة اجتماعية موجهة لتوحيد الحيوانات وأصحابها من جميع أنحاء العالم. الموقع غير المألوف My Social Pet Work سمح بفتح حسابين، أحداهما للحيوانات الأليفة والآخر لمالك تلك الحيوانات، إذ تتيح الصفحة الشخصية للمستخدم تنزيل صور ومقاطع فيديو للحيوانات الأليفة، وتراقب إدارة الموقع باستمرار الصور المحملة على الشبكة الاجتماعية وتختار أفضلها لعرضها على الصفحة الرئيسية للموقع. كانت هذه مشاهدينا أخبارنا السريعة على مواقع التواصل الاجتماعي. نبقى مع موقع سيدتي ووقفتنا الآن مع الجمال والموضة، نتابع.
تحياتي لكم أعزائي مشاهدي برنامج سيدتي، وبشكل خاص كل يلي ناطرين نشرة الموضة والجمال لها الأسبوع. شو بتتضمن نشرتنا من مجلة سيدتي نت لها الأسبوع؟ رح نبتدي مع دليل خاص لعروس 2013. أيضا رح نشوف كيف ممكن تنفذي مكياج ربيعي. أيضا مكياج خاص بالنجمة سميرة سعيد يلي كانت نجمة غلاف مجلة سيدتي لها الأسبوع. وأخيرا رح نشوف ونستعرض إطلالة خاصة لعدد من النجمات يلي حبيتون. رح نبتدي مع دليل خاص لعروس 2013. إذا كنت على أبواب الاحتفال بعرسك وحابة تعرفي كل شي بيتعلق بإطلالتك المميزة بهالنهار، ما عليك إلا تابعي دليل خاص لعروس 2013 عبر موقع سيدتي نت يلي بقدم لك تصاميم لفساتين أعراس لأشهر المصممين العالميين، إضافة إلى كل شي ممكن تفتش عليه العروس خلال تحضيرات يوم زفافها. منشوف سوا هلأ ألبوم خاص لفساتين الأعراس لمصممين العالميين، وما تنسوا الأكسسوارات، المجوهرات والتسريحات المميزة والمناسبة لتكون الأجمل في هالنهار. بتقرير الموضة والجمال اليوم نتابع مع فصل الربيع. معالم الربيع مش بس موجودة بالطبيعة، هي أيضا ممكن نلاحظها على وجوهنا. كيف؟ رح نشوف خلال هالتقرير تفتح الربيع على وجه عارضة أزياء سيدتي نت من خلال مكياج ربيعي نفذته خبيرة التجميل سارة حسن يلي كان متميز بإطلالة مستوحاة من أزهار الربيع ووروده. كيف قدمت سارة حسن هالإطلالة لمجلة سيدتي؟ منشوف سوا. منتابع مع نجمة غلاف سيدتي لهالأسبوع النجمة سميرة سعيد يلي أطلت بلوك شبابي جديد ومميز جدا لفت الأنظار. إذا كنت حابة تعرفي تفاصيل مكياج النجمة سميرة سعيد، ما إليك إلا تابعي قسم الجمال عبر موقع سيدتي نت يلي رح يعرفك على كافة التفاصيل وأيضا على الألوان المستخدمة يلي كانت مناسبة جدا لبشرة السمر. بتقرير الموضة والجمال النجمات لهم الحصة الأكبر، مين كانت أجمل من الثانية وأطلتها كانت مميزة أكثر من الأخرى؟ جولة سريعة عبر سيدتي نت على أطلالة النجمات. بالنسبة لنجمات لجان التحكيم ببرامج الهواة، فمين تميزت بأطلالتها على زميلتها؟ نانسي، أحلام، كارول، أليسا، أم شيرين؟ برأيي كلهم كانوا أنيقات، ولكن كل وحدة تميزت عن الأخرى من خلال أسلوبها وستيلها الخاص. وأخيرا نصيحة صغيرة، لا تكوني دايما الأفضل والأجمل، تابعي خطوات سيدتي نت. وأنا بلاقيكم الأسبوع الجاي مع أخبار جديدة بعالم الموضة والجمال ودايما ضمن برنامج سيدتي عبر شاشة روتانا خليجية. مشاهدينا فاصل قصير ومواصلين معكم، خليكم معنا. المرأة السعودية الثالثة عالميا من حيث الإصابة بالسمنة، 51% من النساء و 45% من الرجال مصابون بداء السمنة في المجتمع السعودي. 20,000 حالة وفاة سنويا بسبب السمنة ومضاعفاتها.
تابعونا في سيدتي بفقرة خاصة عن السمنة ابتداء من السبت 16 من مارس مع الدكتور عائد القحطاني على خليجية. أرسلوا أسئلتكم عبر مواقع البرنامج على فيسبوك وتويتر. بعد الفاصل ربط المعدة في الفقرة الأسبوعية مع الدكتور عائد القحطاني.